رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، والآن كالعادة دائما الفقرة الأخيرة تتعلق بفقرة هل تعلم ومعلومات إضافية نحب نضيفها للمشاهد كي يستفيد منها في عالم الرياضة بشكل عام، ولكن دائما التركيز في هذه الفقرة عن عالم كرة القدم وما يحتويه هذا العالم من إثارة ومتعة، اللعبة الشعبية الأولى في العالم بكل تأكيد. حنتابع الآن هذا الشرح المبسط لأكثر الأندية إنفاقا حتى الآن في ميركاتو 2018-2019. حنبدو من اليمين إلى اليسار أو من العكس، يوفنتوس هو النادي الأكثر إنفاقا تقريبا إلى الآن ب 200 مليون باوند، نحن نعرف العملة بالباوند، هذا الرقم يعتبر هائل جدا لفريق اليوفنتوس. فريق اليوفنتوس لأول مرة فريق إيطالي يقدم هذا الدفع أو هذا الإنفاق الكبير للميركاتو في هذا الصيف. نعرف كيف ما نعرف قدوم إيميري تشان وقدوم أيضا كريستيانو رونالدو والعديد من اللاعبين وشراء أيضا عقود العديد من اللاعبين مثل اللاعب دوغلاس كوستا والعديد من الصفقات قامت بهم إدارة البيانكو نيري هذا الموسم، صراحة شيء ملفت. تتمنى وتسعى إدارة اليوفنتوس إلى نيل لقب الشامبيونز ليج أو لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ننتقل إلى النادي اللي بعده على طول وهو نادي الريدز ليفربول، نادي محمد صلاح كيف ما حكينا عليه ونوهنا عليه في الحلقة. الريدز ليفربول دفعوا 171 مليون باوند من خلال هذه الصفقات، كيف نعرف عندهم العديد من الصفقات المذهلة اللي كانت ممتازة اللي حتجيب بكل تأكيد النفع لتشكيلة كلوب في الموسم القادم. ننتقل إلى باريس سان جيرمان اللي دائما متألق بس في الميركاتو وفي فرنسا، نادي باريس سان جيرمان ويسعى هو أيضا إلى تقديم مستوى مميز يتعلق بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم والوصول إلى أبعد مسافة ممكنة، تخطي دور النصف النهائي والوصول إلى النهائي. نادي باريس سان جيرمان صرف 121 مليون باوند بالنسبة لصفقاته في الميركاتو هذا الموسم، نعرف قدوم بوفون والعديد من الصفقات المهمة. نادي روما بالإضافة إلى نادي روما اللي دفع 99 مليون باوند، وهذا هو الملفت اللي حاب نحكي عليه. نادي روما الأندية الإيطالية أصبحت من خلال هذا الميركاتو تدفع كثيرا من خلال إجلاب أفضل الصفقات، بصراحة من أفضل المستويات اللاعبين اللي يجوا إلى السيريا إيه أو إلى الكالشيو هذا الموسم، حنتابعه موسم ولا أروع للدوري الإيطالي. في المرتبة الخامسة يأتي فريق برشلونة ب 97 مليون باوند، فريق برشلونة يعني في هذا الميركاتو يتميز أيضا بصفقاته المهمة جدا، لما تحكي على صفقات متميزة كان آخرها أكيد صفقة فيدال الانتقال من نادي بايرن ميونخ إلى نادي برشلونة، فيدال حيقدم الإضافة في وسط فريق برشلونة، اللي ممكن العديد من المنتقدين يقولوا إن فيدال ما يمشيش بطريقة برشلونة، الطريقة اللي يلعب بها برشلونة تختلف عن طريقة فيدال، ولكن أكيد فالفيردي يشوف عكس هيك، ممكن إن يكون إضافة فيدال في التشكيلة تشكيلة برشلونة هيكون لها ميزة كبيرة جدا. هيك نكون خلينا حوصلة عامة على أكثر خمس أندية إنفاقا في الميركاتو لهذا العام أو لهذا الموسم. ننتقل إلى المعلومة اللي عندنا بعدها تتعلق بجاتوزو مدرب ميلان حاليا ولاعب الفريق في السابق ولاعب الأتزيري وبطل واتزوري وبطل العالم في عام 2006 بطل كأس العالم. هل تعلم أن لاعب يصاب في الدقيقة الرابعة وبعدها يكمل المباراة إلى النهاية وبعدها يكتشف أنه مصاب بالرباط الصليبي إنه النجم جاتوزو، يعني لاعب لعب بداية المباراة وبعدين انصاب في الدقيقة الرابعة وكمل لعند نهاية المباراة ولا كأنه في شيء، وشوفوا بعدين بعد المباراة أنه هو عنده رباط صليبي، هذا ما يتميز به هذا النجم الجرينتا والروح العالية الذي يتميز بها، ما أنه هو مقاتل داخل أرضية الملعب بشكل كبير. كما أنت كبير يا جاتوزو مدرب الروسونيري في هذا العام، نتمنى لفريق ميلان وكل الفرق التفوق في هذا الموسم. ننتقل إلى المعلومة اللي بعدها تتعلق بلوكا مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم. هل تعلم أن لوكا مودريتش كان طفلا لاجئا تعلم لعب كرة القدم تحت أصوات القنابل والمتفجرات أثناء حرب البلقان الأهلية في أوائل التسعينات، أصبح اليوم من لاجئ إلى أفضل لاعب في كأس العالم. لربما الصورة توضحنا
صراحة كل ظروف لاعبي كرة القدم تقريبا مشابهة لهذه الظروف. يعني خيسوس طبعا اللي نعرفه نحن كان في عام 2014 عبارة عن أنه هو ينظف في الطرقات استعدادا لاستقبال البرازيل لمونديال 2014. في 2018 هو لاعب أساسي ولاعب يقدر بملايين من الدولارات لنادي مانشستر سيتي كيف ما نعرفه. كمان تكبير يا لوكا من المعاناة إلى النجومية إلى أفضل لاعب في كأس العالم كيف ما تابعنا في هذه المعلومة. ننتقل إلى المعلومة اللي بعدها تتعلق بليونيل ميسي البرغوث. هل تعلم أن ميسي في عام 2010 خرج من المونديال ثم حقق لقب أبطال أوروبا لسنة 2011، وعند خروجه في مونديال 2014 حقق الأبطال في سنة 2015. الآن خسر ميسي مونديال روسيا 2018، هل سننتظر أو سننتظر ماذا يحدث يتعلق بهذا الموسم؟ هل سيحقق ميسي دوري أبطال أوروبا بما أنه هو خسر عام 2018 وهذا الشيء تكرر معه في 2010 وأيضا في 2011 عفوا وفي 2014؟ هل سيحقق ميسي لقب دوري أبطال أوروبا؟ لما لا، فريق برشلونة يعتبر جاهز نسبيا عن الفرق الأخرى، لربما مستوى غريمة التقليدي ريال مدريد بعد خروج كريستيانو وبعد خروج أيضا زيدان، لربما تكون الغلبة شوية أو التفوق واضح نسبيا أو بالأرقام أو بالتشكيلة لبرشلونة بشكل بسيط، ولكن ريال مدريد حيحاول أنه يثبت عن طريق أسينسيو وعن طريق بيل وعن طريق بنزيما. لازال هناك نجوم يستطيعون صناعة الفارق داخل المرينجي، ولكن ميسي كيف ما نعرفه عن طريق الأرقام أو عن طريق هذه المعلومة ممكن يكون قريب هو أكثر من نيل لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ننتقل إلى المعلومة اللي بعدها لليوم تتعلق بسامويل إيتو. هل تعلم أن سامويل إيتو قال لا يمكن المقارنة بين جوزي موريني وبيب غوارديولا، الأول فشل بالفوز بدوري الأبطال وهو يدرب بايرن ميونخ، والثاني والآخر والثاني والآخر يقصد بها الآخر هنا خطأ لغوي، والآخر فاز به مع بورتو البرتغالي. يعني شوف المقارنة، يقارن ما بين جوزي مورينو وبيبي غوارديولا، يقول إن بيبي غوارديولا ما قدرش إنه هو يفوز بدوري الأبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، أما مورينو قدر إنه يفوز بدوري أبطال أوروبا مع بورتو. ولكن حسب رأي سامويل إيتو هذه مش نظرية أو هذه ما نقدرش مقياس نقدر نعتمد عليه على من الأفضل. بيبي غوارديولا له فكر رائع وفيلسوف في هذا العصر في عالم التدريب، مورينو له أسلوب رائع ويجيب في نتائج جدا مميزة رغم انتقادات الكثيرين، ولكن يبقى مورينو مدرب من أفضل المدربين في العالم. سامويل إيتو نعرف المشكلة الكبيرة اللي صارت ما بين بيبي غوارديولا وما بين سامويل إيتو، لهذا دائما ما يصرح بهذه التصريحات ودائما عشقه للمدرب البرتغالي مورينو. ننتقل إلى المعلومة اللي بعدها لليوم، هيك نكون كملنا كل المعلومات اللي يتعلق بهذه الحلقة. تابعنا معلومات تتعلق بدوري كرة القدم وبأبرز التحديات في هذه الفترة. حلقة اليوم كالعادة دائما نختم بفيديو يكون متعلق بأسطورة في عالم كرة القدم، لكن الفيديو اللي حيكون مختلف شوية وهو أن باعتبار أن لم يتبقى على موعد انطلاقة الموسم أو المواسم الجديدة لأغلب الدوريات والبطولات الأوروبية، حنحاول من خلال الفيديو اللي جاي أو الفيديو الختامي أن نحن نودعوكم في حلقة اليوم بفيديو يكون حوصلة عامة على أبرز اللقطات اللي كانت حاضرة معنا في أكثر البطولات الأوروبية. من يناير إبراهيم لحوتي أجمل وأعطر التحايا، وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. انطلاقوا الأسبوع المقبل.